هاي الموسيقى اللي عم تنطرح هي عالية المستوى؟ هيدي الحفلة كان مقرر انه تكون بس عزف منفرد على العود، ولكن بعدين قررت انه لا، فينا نعمل جزء منفرد على العود وجزء من الريبرتوار اللي العالم عم تسمعه وحبته ببعض الحفلات هون وهنيك والى اخره. فرح يكون الحفلة فعليا قسمين، قسم رح اعزف فيه بعض المؤلفات الخاصة لآلة العود وبعض الشغلات اللي عملتها العود مؤخرا، والقسم الثاني راح يكون للعود مع المجموعة الموسيقية. اليوم في ضخامة شوي، بال 12 واحد راح نكون على المسرح مع المجموعة، في مزيج ما بين آلات الشرقي والغربي. هلا المؤلفات كلها تأليفي وتوزيعي، ولكن في منها قدمتها سابقا وفي منها لأول مرة راح تقدم. في بيانو، في كمانجا، تشيلو، كونترباس، قانون، ناي، في فلوت، وفي ساكسفون، وفي آلتو ساكسفون وسوبرانو ساكسفون، يعني نفس العازف ولكن ببعض القطع عم نستخدم آلات غير آلات. وإضافة لذلك عندنا عازفين إيقاع وليس عازف واحد، وفي كم هائل من آلات الإيقاع. كونه برنامج الحفلة في نوع نبض مختلف، وفي بعض القطع إلها طابع أسطوري أو درامي، هي كتبتها بآخر سنتين وفيها شيء تصويري. فوجود هاي الآلات هو بيخدم النص الموسيقي، ليس للاستعراض وليس لأشياء أخرى، ولكن مثل ما حتشوفوا بالحفلة كل ضربة إيقاعية أو كل تقسيمة أو كل نقرة وتر فيه إلى محل عم بيكون عم بيأثر على جو الموسيقى كيف عم تطلع للجمهور. نشتغل على مجموعة طبعا. السبب انه الحقيقة البرنامج هاي المرة بالحفل هو شوي بانوراما من كل الاعمال اللي كتبوا استاذ كنان لمجموعات مختلفة، يعني في شيء شوي له طابع شرقي بحت بس مكتوب بلغة شوي عصرية، في مادة موسيقية مكتوبة شوي بطريقة شوي خلينا نقول شوي جاز ستايل، فيها ارتجال وفيها ستراكشر تبع الجاز. اللاين اب او المجموعه الموسيقيه اللي موجوده بيانو، هارب، فلوت، قانون، وناي، وتشيلو، بالاضافه للكمنجا والايقاع والكونترباس. الحقيقه السبب وجود هي المجموعه الكبيره هو نحن اليوم حابين شوي بالحفله نعمل مجموعه مختلفه من الانماط والاشكال الموسيقيه اللي كتب فيها استاذ كنان، كتب فيها لاي الاعمال وعم يحاول يقدم فيها شوي هيك شيء مختلف. هو الآلة مطواعة أنه تكون مع المقطوعات اللي إلها طرح متجدد والقديم كمان. هون القانون بده يكون ما هو البطل بس هو صديق الجميع، اللي هو الداعم، اللي هو بيظهر بأوقات وبالأوقات الثانية لازم يدعم الآلة الأساسية اللي هي الضيف الأساسي بهي الحفلة اللي هي آلة العود. إله كتير أدوار حلوة متميزة بس ما لازم يكون هو البطل بكل الأوقات، لأنه البطل هون هو العود.